بالنسبه للسؤالين الاكاديميين في الكارديك بروبرتيز، سؤال الكوندكتيفيتي وسؤال الكونتراكتيفيتي، كل سنه سؤال الكوندكتيفيتي بيجي جيف اكاونت اون امبلس كوندكشن. الغلطه اللي الطلبه بتعملها ان هو بيجاوب اس نود كوندكت امبلس واي بي نود لاي بي باندل لبركنجي كوندكشن، ويكتب في الجمله سطر او سطرين ويعتبر نفسه انه كده عمل اجابه كامله. طبعا الاجابه دي ناقصه، الإجابة الكاملة لازم تمشي بالعناوين الآتية: تحط سطر S A نوت ده عنوان رئيسي، وتتعود مع العنوان الرئيسي ما تحطش جنبه كلام، تحط العناوين تحت. العنوان اللي تحت ليه الـ S A نوت هو النورمال بيس ميكر، تشرح الأربع أسباب اللي في الكتاب، إن هو ريتش الفايرنج ليفل رابيد، هايست سلو، إن هو البيتس بتاعته 60 90 بيت بير مينت، إن هو كونتين بيس ميكر سيل. حطيت العنوان ده لازم تقول لي مكان الاس اي نوت فين، هو نير ذا وول اوف ذا رايت اتريوم. العنوان الثاني هتكتب عنوان اي في نوت تحتيه عناوين فرعيه، مكانه فين، اجزائه الاي ان زون ان زون الان اتش، هتنقص لو ما ذكرتش ان الاي ان زون فيها الماكسيمم ديلي والان زون فيها سلوست كوندكشن. لازم تقول لي اهميه الاي في نوت بروتكت ذا اتريوم فروم ذا هاي فنتريكولار ريسك او العكس فيسيولوجيكال ديلي. طلبه كتيره بتنقص لو ما ذكرتش ان الاي في نوت يتميز بالبوست ري بولاريزيشن ريفراكتورينس او فولتج ديبندنت ريفراكتورينس. العنوان الثالث هتقول اي في باندل، الهيز باندل يوزع الانفرس عن طريق رايت وليفت باندل برانش تو بيركنجي فايبرز. العنوان الرابع والاخير البيركنجي فايبرز لازم اجاوب عنها جملتين: It has the highest rate of conduction 4-5 متر في الثانيه، reach in gap junctions لازم تقول ان فيها gap junctions كتير، to activate the whole ventricle as one unit. بقية سرعات التوصيل في الاس ان او او المصل لو ما ذكرتهاش ما تفرقش معايا. السؤال الاخير factors affecting cardiac contractility او force of contraction، عنوان ده طويل قوي. في intrinsic factors عوامل داخليه جوه الهارت، وفي extrinsic factors العوامل الداخليه عددهم اربعه لازم العناوين تبقى مركز فيها. واحد preload لازم القلب يملى كتير عشان يضخ بكميه كافيه. العنوان بريلود ايه اللي تحتيه؟ عنوانين رئيسيين ديفينيشن وتشرح الستارلينج لو واهميته. العنوان الثاني تقول لي افتر لود مع ديفينيشن هاي اورتيك ريزيستنس، وتشرح تحتيه عنوان هاو تو فيس ذا هاي اورتيك بريشر ايزومتريك وايزوتونيك كونتراكشن، كلمتين على كل حاجه. ولازم تذكر في السؤال ده كلمة الـ Vmax maximum velocity of contraction أو shortening at zero after load. العنوان الثالث في إجابة الـ intrinsic heart rate الـ force frequency relationship، كل ما يزيد عدد الـ action potential اللي وصل للـ surface of the heart سركولما بيدخل كالسيوم gradually فالـ contraction بيزيد، اسمها ستير كيس فينومينا. هم بيبصوا في الإجابة على كلمة ستير كيس فينومينا. العنوان الرابع في الانترانسك هو الإينو تروبيك ستيت، كفاءة الهارت تعتمد على حاجتين: انتجريتي اوف مايوكارديوم مدى المايوكارديوم سليم أو لا، ووجود الكالسيوم. العنوان الثاني اكسترانسك فاكتورز، ايه العوامل الخارجيه اللي تاثر في الهارت؟ هتقول لي اربع عناوين برضه، يبقى اجابتك اربع عناوين انترنسك اربع عناوين اكسترنسك. الاربع عناوين الاكسترنسك هم مين؟ واحد تقول لي عنوان كده نيرفس في سطر مفيش كلمه معايا، تكتب تحت سيمباثيتك افكت بيزود الفورس اوف كونتراكشن، قول لي بطريقتين على الاقل: بيتا 1 ريسبتور او اوبننج فولتج جيتد ال تايب كالسيوم شانل، لازم تحدد نوع الكالسيوم شانل. باراسمباثيتك قول العكس،
فايس فيرس او ذا اوبوزيت، مش لازم تقول لي العكس تفصيليا. العنوان الثاني في الاكس ترانسيك هرمون اسامي ادرينالين ونور ادرينالين. العنوان الثالث دراجز هتشرح دي جي تالس ازاي بيشتغل، وتشرح الكالسيوم تشانل بلوكر ازاي بيشتغل، لان دايما الطلبه متعوده في السؤال تكتب اللي يجي على دماغها وخلاص. سؤال فاكتورز معناها عوامل تزود وعوامل تقلل، يبقى لازم تقول دواء يزود ودواء يقلل. في النيرفس نيرفس تزود سمباثيك نيرفس تقلل. النوع الاخير او الدرجه الاخيره في السؤال ايونز، يبقى انا قلت ايه نيرفس هرمونال دراجز الرابعه ايونز. لو الكالسيوم زاد اكسترا سيلولر يعني الكالسيوم رايبر يوقف الهارت في السيستول، لو البوتاسيوم زاد اكسترا سيلولر يوقف الهارت في الدايستول.